شاعر الكويتي الأستاذ أحمد السقاف، شاعر من الشعراء الكبار في الكويت. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، وأقول ما كان يقوله بعض شيوخنا: لقد استثمنت ذا ورم ونفخت في غيري ضرم. أستاذ أحمد، نريد أن نتعرف إلى نشوء حركة الوعي القومي في الكويت. الحس العربي، الحس القومي موجود كان لدى العرب، وفي مطلع هذا القرن كان الكويتيون يتحسسون بما يحدث في الأقطار العربية. أحد شعرائنا في الكويت، وقد توفي رحمه الله منذ أكثر من 20 عاما، كتب قصيدة في ثورة الريف. ثورة غربية. نعم، ثورة عبد الكريم الخطاب. نعم. الريف. وناصره ودعا العرب إلى مناصرة هذه الثورة العربية. فالحس القومي كان موجودا في دواوين الكويت أو ديوانيات الكويت. كان الكويتيون يسهرون في الانتصار لهذا الحزب أو ذاك من الأحزاب المصرية. هذا سعدي، هذه الديوانية متعصبة للسعديين، وهذه الديوانية متعصبة للوفديين وهذه المجرة. فالحس القومي كان موجودا من الادعاء بما كان، أن نزعم أننا نحن كنا الطلائع لهذا الفكر على الإطلاق. هذا مجد لا نستأثر به وحدنا، فقد سبقنا إليه كثيرون في الكويت. نحن في مطلع الخمسينات أسسنا النادي الثقافي القومي. من كنتم؟ كنا أنا والدكتور أحمد الخطيب وعبد الرزاق البصير ويوسف إبراهيم الغانم وعبد الله يوسف الغانم و يوسف بشار البدر ومجموعة من الشباب في ذلك الحين، من الشباب المثقف الواعي. أسسنا النادي لبث الفكر العربي الصافي، الحس القومي العربي الصافي. والقومية حوربت واضطهدت بعد أن تنكر لها بعض القادة العرب، وبعد أن استغلها بعض القادة العرب، واعتقد بعض الناس وليس كل الناس أن ما حدث من أولئك كان عملا قوميا. ما حدث من أولئك من بشاعة ومن ظلم وعدوان كان من نتاج القومية العربية، وهذا لا يجوز. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هل تقصد الاجتياح العراقي؟ نعم. للكويت؟ نعم، هذا أقرب مثال، لأنهم رفعوا رايات العروبة ورفعوا رايات القومية العربية في حربهم مع إيران، ووقفنا معهم، وقفنا معهم بقلوبنا وإحساسنا وبأموالنا وبأرواحنا. ولكن كيف وقفتم مع حزب كان يصفي شعبه ويلقي القنابل الحارقة على المواطنين؟ صحيح يا أخي محمد، صحيح يا أخي محمد، سؤالك في محل، ولكننا لم نقف مع هذا النظام على الإطلاق. نحن وقفنا مع شعب العراق، مع الشعب العراقي، ووقفنا صراحة ضد الرايات التي ارتفعت لسلخ جلودنا، لسلخ عروبتنا. تلك الرايات حاربت لفظة العروبة وحاربت لفظة القومية العربية، ورفعت الرايات للتهييج
وزعمت أنها تصدر الثورة. ويجب أن نتكلم بصراحة، وأنت تدري أن هذا حدث، وخوفا على منطقة الخليج بأسرها والجزيرة العربية وعلى عروبتنا وقوميتنا، وقفنا مع العراق، مع شعب العراق، ولم نقف مع ذلك النظام. نحن كنا نعرف ذلك النظام، وازددنا إصرارا على الوقوف مع الشعب العراقي حينما توسطت الجزائر لوقف الحرب ورفض الجانب الإيراني وقف الحرب. فاعتقدنا أن العمل موجه لاجتياح المنطقة بأسرها، فنحن لم نقف مع النظام البتة. هو تاجر بالقومية وتاجر بالعروبة لتقف معه البلدان العربية، ووقفت معه البلدان. لو لم تكن هناك المملكة العربية السعودية بنجدتها السخية، ولو لم تقف الكويت بأموالها أيضا كالسعودية كالمملكة العربية السعودية، ولو لم تشتغل المصانع المصرية ليل نهار لإنتاج المؤونة العسكرية العتاد العسكري، لم استطاع أن يصد الإيرانيين عن تراب العراق. كانت الكويت قبل فتنة الخليج ساحة إعلامية وثقافية احتوت العديد من الأصوات العربية في أصعدة مختلفة. اليوم وبعد التحرير نجد هذه الساحات تكاد تكون غير فسيحة للمشاركة العربية، بماذا تفسر ذلك؟ تعرضت الكويت لطعنات من بعض الأشقاء كما تعلم، وما هو حاصل اليوم نتيجة حتمية لذلك التنكر. تلك المشاركة كانت من إخوة اعتقدت الكويت أنهم سيكونون معها وقت الشدة، ولكن حينما حدث ما حدث وجدنا أولئك قد تنكروا للكويت. وأنت تعلم ليس أولئك الذين شاركوا في عملية التعليم أو شاركوا في العمل الصحفي أو شاركوا في النشاطات الثقافية فحسب، وإنما هناك أشقاء آخرون مدت إليهم الكويت يد الإخاء بسخاء ولم يلتفتوا إليها، ويا ليت أنهم لم يلتفتوا فحسب، وإنما رموا بثقالهم إلى المعتدي، نحو المعتدي. إذا ماذا يبقى من القومية العربية في طروحاتكم اليوم أنتم أيها القوميون المتبقون في الساحة السياسية الكويتية؟ القومية العربية ليست حكرا على الكويت، وليس هناك من كبير أثر لصوت أحمد السقاف أو عبد الرزاق البصير أو الدكتور الخطيب أو الدكتور أو الأستاذ ياسم القطامي أو الإخوة الآخرون الذين يعملون في مجال الفكر. هناك البلاد العربية وامتداد البلاد العربية، هناك أيضا حماسة واندفاع نحو التلاقي العربي ونحو الترميم العربي، ترميم العلاقات العربية، وهناك شعور قومي موجود. هناك تضليل حدث وقت العدوان، غرر بأنظمة عربية كثيرة كما نعلم، وارتفعت الهتافات في بعض البلدان العربية تهتف عدم خروج المعتدي من الكويت. بعد حرب الخليج تعرضت القومية العربية أو الفكر القومي إلى حرج شديد بحكم أن هذا الفكر لم يستطع أن يستوعب الأزمة. اليوم وبعد تجاوز الكويت والعرب لهذه الكارثة، ألا ترى بأنه من الحري أن يخضع المفكرون القوميون هذا الفكر إلى كثير من النقد
والتداول، بحيث يطرحون صيغة جديدة عملية قادرة على استيعاب الهموم العربية وقادرة على تجاوز المشاكل العربية؟ الحقيقة أنا في مسيرتي الطويلة رأيت كثير من الإخوة يحاولون أن يطرحوا أطروحات، يقدموا أطروحات للقومية العربية بعيدة عن الواقع وعن المنطق وعن المعقول وعن المأمول، ويحبون أن يفسروها كما يشاءون. بينما القومية العربية منذ فجر التاريخ، منذ معركة الديقار وهي نجدة القبائل الموالية لكسرى للقبائل التي تحاربه، منذ ذلك التاريخ لا تعني غير الإحساس بالمصير الواحد. هذا الإحساس بالمصير الواحد يجب أن يعمق، ويجب أن يدفع عنه ما يسيء إليه من الداخل ليس غير. أستاذ أحمد، عودا على بدء، أنت لك دور غير معلوم في إنشاء مجلة العربي، هذه المجلة التي خدمت الثقافة العربية وحاولت تقريب وجهات النظر وتعريف المواطن العربي على أخيه العربي على امتداد الرقعة الجغرافية من المحيط إلى الخليج. هل بالإمكان أن نتعرف إلى هذا الدور الذي مارسته حينما ذهبت إلى القاهرة متعاقدا مع بعض الكفاءات المصرية ومتصلا بالكاتب العالم المعروف الدكتور أحمد زكي؟ كنت في ذلك الوقت نائبا لمدير المطبوعات والنشر، وكنت قد تركت التعليم، كنت ناظرا لأكبر مدرسة في الكويت، ثم نقلت عندما نشأت الدوائر في الخمسينات، نشأت دوائر متعددة، من جملة تلك الدوائر دائرة المطبوعات والنشر. هناك مطبعة للحكومة، وهناك اتجاه لإصدار مجلة، واستقر الرأي على إصدار مجلة ثقافية ضخمة. أنا رأيت أن إصدار أي مجلة كأي مجلة أخرى لا يفيد، ورأيت أن من الواجب، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الكويت بالخير، أن تقدم هدية للشعب العربي في كل مكان، وهذه الهدية هي مجلة ثقافية على مستوى رفيع. في ذلك الوقت لم تكن هناك من المجلات ذات الشأن غير من القاهرة كانت تصدر، كما أعتقد الرسالة، نعم، يا أحمد حسن الزيات، وكانت تصدر في بيروت الأداب والأداب وكذا، ولكن مجلة ثقافية كبيرة وضخمة وتغطي الوطن العربي وتحتمل الصرف المادي بسهولة، لا يمكن أن ينهض بمشروع كهذا إلا حكومة عربية، دولة عربية مقتدرة، وكانت الكويت في ذلك الوقت ولله الحمد وما زالت مقتدرة على ذلك. وقد ساند الفكرة بحماسة كبيرة رئيس دائرة المطبوعات والنشر. من هو؟ الشيخ صباح، أحمد الجابر صباح هو رئيس الدائرة، فطلب مني أن أجرب إن استطعت أن آتي بعناصر إلى الكويت. الكويت في ذلك الحين كما لا يخفى كانت بلدة لم يمسسها كثيرا التطور، نعم، تطور، كنا في البداية، والحياة كانت متواضعة بسيطة. فرحلت إلى الأقطار العربية، إلى بغداد أولا، واجتمعت بأصدقاء أعرفهم في بغداد. من هم؟ الدكتور الدوري، عبد العزيز الدوري، الدكتور يوسف عز الدين، وهو اليوم البروفيسور يوسف عز الدين، وهو اليوم أستاذ في كلية التربية وغيره في الطائف، والدكتور أحمد عبد الستار الجواري، نعم، ودكاترة كثر من جامعة بغداد، وعقدنا اجتماعات في الفندق ودرسنا المشروع، فبارك المشروع، وقالوا ليس لدينا من يصلح أن يتولى أو أن يعمل. وبالفعل
كان العمل الصحفي في العراق متواضعا، الفن الصحفي والعمل الصحفي متأخرا بالنسبة لمصر، ولكن لابد من الحديث في هذا الموضوع لأنه موضوع ثقافي، فلا بد من رجال الثقافة ورجال الفكر أن يشاركوا فيه. ثم ارتحلت إلى بيروت وعقدت عدة اجتماعات مع أساتذة كبار في الجامعة الأمريكية، ورحلت إلى دمشق واجتمعت بأساتذة الجامعة السورية، وأذكر زرت الأستاذ علي طنطاوي، وكان الشيخ علي طنطاوي، الشيخ علي طنطاوي وهو عندكم في المملكة طال الله عمره، كان في المحكمة أعتقد رئيسا للمحكمة، فحدثته في المشروع وبارك المشروع وفرح فرحا كثيرا. ثم رأيت أن من الواجب أن أقصد الكنانة، ففي مصر يمكن أن أجد الضالة المنشودة. بمن اجتمعت هناك؟ وعندما وصلت كان في ذهني الرجل الذي اجتمعت به قبل بضع سنوات، قبل 4 سنوات في الموسم الثقافي الكويتي الذي كانت تقيمه إدارة المعارف، وهو الدكتور أحمد زكي، أتى وحاضر في الكويت وبقي 2 أو 3 أيام وراح. فاتصلت بالرجل وطلبت أن أزوره فرحب، وذهبت إليه وفتحته بالموضوع فضحك ضحك ضحكا متواصلا، واستغرب أنه سينقل من مصر إلى الكويت حتى يرأس تحرير مجلة تصدرها جهة إعلامية، كان يعتقد أنها نشرة إعلامية ليس غير. وحين شرحت له أهداف المجلة قلت له إن هذه المجلة مجلة ثقافية وليست إعلامية، وهي هدية من الكويت إلى الشعب العربي في كل مكان من الأرض العربية، وأنه لن يضيف إلى أمجاده السابقة إلا مجدا جديدا. فبقي أسبوعا يفكر، فأنا اغتنمت الفرصة في هذا الأسبوع واتصلت بدار أخبار اليوم وأخذت بعض الفنيين بصورة مبدئية، ثم يكون الرأي الحاسم له هو كرئيس تحرير. وبعد أسبوع اتفقت معه ووجدت قد اغتنم بفكرتي، ثم بدأنا في اتخاذ الترتيبات. وصدر شهر ديسمبر 1958، عملوا من شهر فبراير 58 إلى ديسمبر، صدر له 4 أشهر ليل نهار، وعملوا أعدادا للتجربة. من الذي اختار اسم العربي، وهل كان الاسم خاضعا للتأثير السياسي الطاغي الذي كان وقت ذاك في الخمسينات؟ أنا اتهمت بهذا أنا اتهمت بهذا، أن بما أن أحمد السقاف الذي هو عضو في النادي الثقافي القومي ومؤسس عضو مؤسس أن النادي الثقافي القومي أسس في حجرة الناظر، ناظر المدرسة أحمد السقاف، كنت ناظرا للمدرسة وأسسنا لأن لم نستأجر بعد، فأسس النادي الثقافي القومي، وهذا فخر لا أحجبه عن نفسي، لا أتبرأ منه، لأن هدف القومية العربية أصر قومية إنسانية تسعى إلى التضامن العربي ليس غير. فعملنا مسابقة وأتت مئات الأسماء وأعلننا عن جائزة، أذكر حدود 150 دينار، 2000 روبية، ثمن الروبيات 2000 روبية، 150 دينار للجائزة، وتم الاختيار، قلنا العربي، وأظن أنه اسم موفق. من خلال موقعك في الخريطة الشعرية الكويتية لا شك أنك قادر على رسم صورة للواقع الشعري في الكويت، التجربة الشعرية في الكويت تعيش على هامش التجربة الشعرية العربية، ماذا تقول في ذلك؟ النهضة حديثة دون شك في الكويت، يجب أن نسلم بها، يعني نحن لا نقارن أنفسنا، لا نريد أن تكون النهضة الشعرية لدينا كالنهضة الشعرية في مصر على سبيل المثال أو كلبنان، نحن النهضة لدينا حديثة،
زمن فهد العسكر كان هناك شاعر أيضا مبرز، وإن كان عاش فترة في جزء من بلده من وطنه وهو المنطقة الشرقية الذي هو خالد الفرج. نعم، كان من شعراء الكويت المبرزين أيضا، ولكنه عاش في المملكة أكثر في من المملكة. عبد اللطيف النصر رحمه الله كان من الشعراء الممتازين، وهو الذي تحدث عن ثورة عبد الكريم الخطابي. كان هناك شعراء لا بأس بهم قياسا سكان الكويت، قياسا بمدارس الكويت والنهضة التي تحاول أن تنطلق. اليوم لدينا شعراء كثيرون، لكن بعض الشباب يحاولون أن يتعجلوا. هناك شعراء أشك، هناك شعراء لهم سمعة في ميدان الشعر. أستاذ أحمد، دعواك وحماسك للقومية العربية هل نعزوها إلى أنك سليل مجتمع عربي؟ فأنت ذو جذور من اليمن ومن حضرموت، وعشت وأباؤك في الكويت، هل لهذا السبب تحمست للقومية العربية حتى تحقق مشروعية ما في وطنك الكويت؟ لست وحدي بهذه المثابة، هناك قبائل عربية كثيرة موجودة في نجد، موجودة في الكويت، موجودة في الإمارات، موجودة في اليمن، قبائل الجزيرة العربية بأسرها كذلك. نحن بيت السقاف فعلا، نحن في حضرموت، ونحن في اليمن الجنوبي، ونحن في اليمن الشمالي، ونحن في الحجاز، ما ذكرت الحجاز أيضا. نعم، نحن أيضا في الحجاز. نعم، ونحن أساسا من الحجاز. فالجزيرة العربية بأسرها متشابكة، هل يستطيع الشمالي العرب الشمالي أن يقول نحن نزاريون؟ لا، شمال الجزيرة العربية قحطانيون ونزاريون، واليمن قحطانيون ونزاريون، القبائل العربية متشابكة. شكراً أستاذ أحمد. عفواً.